السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي الرئيسين العراقي والفلسطيني على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية. منظمات المجتمع المدني في تعز تدين جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وتستنكر الصمت الدولي. الرياض تحتضن ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية باستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. تفاصيل الأنباء يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية. وتبادل الرئيسان الأحاديث حول مستجدات الساحتين اليمنية والعراقية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تطرق اللقاء إلى القضايا ذات الأولوية المطروحة على طاولة القمة العربية والجهود المطلوبة لتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك والدفع به إلى آفاق أرحب في مواجهة التحديات المحدقة بالأمة. إلى ذلك استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية 31. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وتطلعاته العادلة لبناء دولته المنشودة. وتبادل الرئيسان الأحاديث حول مستجدات الساحتين اليمنية والفلسطينية والجهود المطلوبة لإحلال السلام. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال الدورة الاعتيادية 31 لمؤتمر القمة العربية. وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ملف اليمني بكل إشكالاته وارتباطه مصيريا بمحيطه العربي سيكون أساسيا على طاولة مؤتمر القمة العربي 31 بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وذلك وفق مؤشرات أولية تم التوافق عليها في اللقاءات التشاورية والاجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة وجدول أعماله. قمة عربية طال انتظارها وتراكمت على طاولتها ملفات كثيرة شائكة ومؤجلة على عاتق انعقاد مؤتمرها 31. الملف اليمني ربما فاته الكثير في سنوات تأجيل القمة بسبب جائحة كورونا، والتي تنعقد اليوم في ظل تطورات متسارعة على مساق القضية اليمنية وملفها الكبير. إذ تتطلع اليمن إلى تحشيد جهد عربي يستدرك على الدول الشقيقة في الجامعة العربية والمشاركة في القمة الحالية ما فاتها من واجب الدور الأخوي المسؤول في دعم الشرعية اليمنية وانتشار البلد من أزمته المزمنة. وتأمل اليمن التي يشارك رئيس مجلس قيادتها الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لأول مرة في قمة عربية من نوعها الخروج من القمة بقرارات تستشعر حساسية وخطورة الظرف المصيري الذي تمثل اليمن عروته المحورية المتواشجة كليا بأمن الإقليم والمنطقة العربية. وإلى جانب المطلب اليمني في إسناد ودعم عربي شامل للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، تأمل اليمن دعما اقتصاديا فعليا يسهم في استقرارها الداخلي ويعيد إنعاش هذا القطاع الحيوي الذي استهدفته ميليشيا الحوثية الإرهابية في صميم وجذور بنيته التحتية ومجالاته التنموية والخدمية والمعيشية المختلفة. يحفز من مطلب الدعم الاقتصادي كون الملفات الاقتصادية المشتركة على صدارة جدول أعمال القمة وأساسيات مباحثات القادة العرب في مؤتمر الجزائر.
سياسيا، تأمل اليمن من الأشقاء العرب في قمة الجزائر بلورة موقف عربي تنفيذي يعزز من قدرات اليمن في مواجهة مخاطر الإرهاب الإيراني الذي يتخذ من ميليشيا الحوثية الإرهابية والمياه اليمنية الدولية منصة تهديد متصاعدا ضد أمن الملاحة البحرية العالمية وممرات إمدادات الطاقة النفطية. وبهذا الصدد تؤكد اليمن على ضرورة تعميم العمل بقرار التصنيف اليمني لميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عبر إدراجها في اللوائح السوداء لكل دولة عربية، ومن ثم تعميد قرار عربي واحد في لائحة الجامعة العربية بإشهار الحوثيين كمنظمة إرهابية عربيا وإقليميا. أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عدم تجديد الهدنة في اليمن تطور سلبي تتحمل مسؤوليته ميليشيا الحوثي التي صار واضحا أنها استغلت الهدنة لتعزيز مركزها القتالي. وقال أبو الغيط في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه بات واضحا أيضا أن الحوثيين يتخذون من معاناة الشعب اليمني ورقة للتفاوض والمساومة، ولا يضعون في اعتبارهم ما وصلت إليه أوضاع اليمنيين في كافة أرجاء البلاد من تدهور مخيف على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية. وأضاف: ليس خافيا أن الحوثيين لا يتخذون قرارهم بشكل مستقل، وبأنهم يتحركون وفق أجندة يضعها طرف إقليمي هو إيران. وشدد أبو الغيط على أن يتحمل العالم مسؤولياته حيال هذه المماطلة والتعنت من الجانب الحوثي، إذ صار واضحا من هو الطرف المسؤول عن عدم تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة. أدان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز بأشد عبارات الإدانة جرائم ميليشيا الحوثية الانقلابية التي تطال المدنيين بشكل يومي، والتي كان آخرها استهداف أحياء المطار القديم ما تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 9 مواطنين بينهم 6 أطفال بترت أقدام 4 منهم وتدمير منزلين. وعبر المجلس التنسيقي عن استغرابه من دعوات السلام المتكررة التي يطلقها المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن والدول المختلفة في الوقت الذي يزداد فيه الصلف الإجرامي لميليشيا الانقلاب. وقال إن الجرائم المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ستستمر دون توقف في ظل تذبذب الموقف الدولي، وفي ظل سكون وصمت الضمير الحقوقي العربي والدولي، وفي ظل هشاشة الدعوات المنمقة الداعية للسلام. وعبر عن أسفه من الصمت الدولي والأممي تجاه كل تلك الجرائم المستمرة والمتجددة من قبل ميليشيا الانقلاب ضد تعز. ودعا التحالف ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني لاتخاذ خطوات جادة وجريئة لمواجهة كل الصلف الإجرامي الحوثي وإيقافه. مآسي أطفال تعز تؤرخ لأبشع جرائم الحرب والإرهاب ضد الإنسانية، وتقدم إرشيفا غير مسبوق في وحشية التنمر الدموي على جيل البراءة البيضاء والطفولة المستباحة. جيل موؤود في المهد تتخطفه قذائف وألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية ورصاصات قناصتها المحترفين على مدار الساعة. هم أطفال تعز المتطلعون إلى حياة آمنة ومستقبل عصري، تتماهى طموحاته مع طبيعة مدينتهم التي لا تخلو بيت فيها من شهادة أكاديمية رفيعة. غير أن الواقع خلاف التطلع دائما، حيث باتت تعز منذ 8 سنوات من الحرب والحصار الحوثي مدينة جنائزية تشيع جثامينها اليومية ليل نهار. أطفال تعز هم الأعلى رقما في سجلات الضحايا المدنيين، وكأن قذائف الإرهاب الحوثي تعرف أسماءهم واحدا واحدا. تستقبلهم المقابر كل يوم، وتحفظ وجوههم وأطراف أجسادهم المبتورة غرف العمليات المركزة ومراكز صناعة وتركيب الأذرع والأقدام العاجية أكثر من جدران الفصول في المدرسة. إنهم العابرون دوما في شفرة الموت على متن لغم أو تحت رأس قذيفة، بينما تمزق أجسادهم الصغيرة بين رصاصة في بندقية قناص متربص يعرف جيدا كيف يصيد عصفورين بحجر. بيد أن للمأساة بتغريبتها التعزية الخاصة وجه آخر، ربما كان الشهيد المشهود على غياب الإنسانية الدولية والضمير العالمي عن مكان وجوب حضورهما. هنا أو هناك في تعز لا وجود البتة لأنظار العالم والمجتمع الدولي. أين إذن هو العالم في تعز؟
الأمم المتحدة في تعز ليست سوى جماد لا يسمع لا يرى لا يتكلم وحتى لا يقلق أو يشعر بالأسف. ألا ليت المنظمة الدولية براميل فارغة قد تحدث ضجيجا، وليتها تشغل حيزا من فراغها الأخلاقي المرطخ بدماء الإدانة الأبدية. وأي خزي سيحفر وصمته السوداء في جبين تاريخ المنظمات التي تتخذ من الإنسانية شعارا وراية لتوجهاتها؟ ذلك الشعار الأجوف الذي لو كان حقا لما وجد مجالا عالميا خصبا لضميره الإنساني المزعوم أكثر من مدينة تعز. تعز حيث تسقط الرايات والشعارات والمنظمات تحت قدم طفل مبتورة وفردة حذاء واحدة. تواصل ميليشيا الحوثي إرهابها بحق سكان تعز، وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين دفعوا ثمنا باهظا جراء القصف والقنص المستمر منذ 7 أعوام على المدينة. آخر تلك الجرائم المجزرة الحوثية التي ارتكبت بحق سكان حي المطار غرب المدينة. الطفل أمير لا زال لا يحسن الكلام لصغر سنه، فكيف سيتعامل معه أهله؟ ومن سيفهمه أن هناك أناسا يدعون بأنهم الأقرب إلى رسول الرحمة؟ بتروا قدمه بقذيفة مجرمة أطلقتها يد مجرمة، وكيف سيفهم لماذا أراد الحوثيون قتله؟ أمير، بدر، محمد، نجحت الميليشيات الحوثية في بتر أطرافهم وتركتهم لقدرهم غير قادرين على مواصلة الحياة. حرموا من اللعب، حرموا من الاستمتاع بالحياة، حرموا من الفرح والدراسة بشكل طبيعي. أما رابعهم هاشم فجراحه غائرة وألمه كبير. الطفل سامي سهيم العامري استشهد نتيجة جرحه الغائر، لحق بوالده الذي استشهد أيضا على الفور نتيجة قذيفة حوثية إلى منزلهم، لتكون الميليشيات الحوثية قد نجحت في إنهاء أسرة صغيرة. فأي مستقبل تركته الميليشيات لهؤلاء الأطفال بعد أن استهدفهم الحوثيون بقذائف محرم استخدامها للأحياء السكنية ومناطق تواجد السكان، بجريمة جديدة ترتكب ضد الأطفال والطفولة بمدينة تعز لتضاف إلى مئات الجرائم السابقة. خمسة أطفال بيوم واحد وخلال 5 ساعات بمجزرتين منفصلتين بمنطقة المطار القديم، استشهد أحدهم مع والده ليكون يوم الأحد 30/10/2022 ميلادية، مشابها لنفس التاريخ من العام الماضي عندما أتت قذيفة حوثية إلى شرق المدينة لتقضي على 3 أطفال أشقاء وبتر رجل رابعهم، لتتوالى الجرائم من قبل ميليشيات كرست معركتها لقتل الأطفال. وجهت الحكومة اليمنية مذكرة رسمية للمرة الثانية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية زياد المكاري، طالبت فيها بإغلاق قناتي المسيرة والساحات. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في الرسالة بأن قناتي المسيرة والساحات تابعتان لميليشيا الحوثي التي تم تصنيفها رسميا تنظيم إرهابي، وتبثان أنشطة عدائية ضد بلادنا انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية سبق وأن قامت بمخاطبة حكومة لبنان في سنوات سابقة بشأن بث قنوات تتبع ميليشيا إرهابية انقلابية متمردة على الدولة في الجمهورية اللبنانية من الأراضي اللبنانية.
دشنت المجموعة التنسيقية للمساعدات الفنية وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية برئاسة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والمقامة في مدينة الرياض على مدى يومين بحضور المشرف على البرنامج السعودي السفير محمد آل جابر ووزيري التخطيط والكهرباء. وتعد ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية امتدادا لجهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في كافة المجالات، ومنها الجهود في بناء قدرات المؤسسات الحكومية، والتي كان آخرها برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ منتصف العام 2021 تعزيزا لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتساهم ورش بناء القدرات المؤسسية اليمنية في تأهيل المؤسسات الحكومية اليمنية لتكون قادرة بما يتناسب مع احتياجات الظروف المحلية أو الحالية، كما تساهم في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتدعيم الخطوات في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة. أول شيء خلني أحدثك على الورشة. الورشة هي الورشة الأولى الحقيقة منذ سنوات طويلة جدا لبناء وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية. فيها خمس جهات يمنية، ثمان منظمات دولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، USAID، والعديد من المنظمات الدولية الأخرى والأممية أيضا، بالإضافة إلى عديد من الجهات والوزارات المملكة العربية السعودية. الحقيقة نسعى بهذه الورشة بالعمل مع بنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحديدا لدعم بناء القدرات الحكومة اليمنية، وهو عمل يساهم في مشاركة المجتمع الدولي للمملكة ودول الخليج في تنمية وإعمار اليمن، وأيضا يساعد في توحيد الجهود وتكاملها في تحقيق هذا الهدف المنشود لأشقائنا في اليمن. أيضا يستعرض جهود البرنامج السعودي تنمية إعمار اليمن التي بلغت 224 مشروع، ويشير للنجاحات التي حققها البرنامج لله الحمد في مجال بناء القدرات لعدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الكهرباء وزارة المالية وبعض الجهات الأخرى في السلطات المحلية. المخرجات التي توقعها أن يكون هناك خارطة الطريق لكل مسار ومسارات بناء القدرات للمؤسسات الحكومة اليمنية، ويشرف على ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبدعم دائم ومستمر من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كيف ستقيمون نمو المستفيدين من هذه الورش مستقبلا؟ طبعا احنا لدينا خط أساس مع كل جهة حكومية في اليمن أو مؤسسة يمنية، ونعمل على تحديده مع المؤسسات الدولية، ثم نعمل سويا على تحديد واجبات كل جهة تقوم في ما يتعلق ببناء القدرات، وكيف يمكن أيضا حوكمة العمل وبما يحقق أهداف مشتركة يمكن أيضا قياسها في نهاية العمل بحول الله. نحن اليوم أتينا ضمن فريق عمل للحكومة الخاص لورشة العمل المقامة تحت إشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع البنك الدولي فيما يخص رفع قدرات موظفي أو منتسبي القطاعات المختلفة في الجمهورية اليمنية. بالنسبة لنا في قطاع الكهرباء تعتبر هذه المرحلة الثانية من في 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 ضمن مسار إصلاح قطاع الكهرباء بشكل عام. كانت المرحلة الأولى ومنذ أن تولينا حقيبة هذه الوزارة هي موضوع استقرار خدمة الكهرباء في اليمن. كان يجب أن تكون المرحلة الأولى هي رفع قدرات أو تنمية مهارات بالنسبة للفريق العمل ومنتسبي الكهرباء، ولكن بسبب الإشكالات التي حصلت فيما يخص عدم انتظام خدمة الكهرباء ارتأينا التركيز كمرحلة أولى على موضوع متابعة منحة المشتقات النفطية، وهو ما حصل مؤخرا. حقيقة تم التوقيع وتم تدشين أول منحة في ظرف استثنائي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم تقريبا، وهذا شيء جدا جميل. هذا الشيء ساعدنا على استقرار أو ضمان استقرار منظومة الكهرباء وخدمة الكهرباء في المحافظات المحررة في الجمهورية اليمنية. هذا بدوره انعكس بشكل إيجابي على كل قطاعات وإدارات المختلفة لوزارة الكهرباء ومؤسساتها وفروعها. بالتالي احنا الآن انتقلنا للمرحلة الثانية وهي رفع قدرات منتسبي قطاع الكهرباء بغرض الاستدامة. الاستدامة لن تتم إلا بتنمية العقد البشري الذي يؤدي في الأخير إلى إيجاد حلول ناجعة لهذا القطاع وغيره من القطاعات الخدمية وغيرها. بالتالي أنا أشكر المنظمين على هذه الورشة. أعتقد أن من أهم
مخرجات، سيكون من أهم مخرجات هذه الورشة أن يكون لدينا فريق نسميه تاسك فورس خاص الآن بتحليل الوضع الراهن خاصة في 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 قطاع الكهرباء في اليمن، وبالتالي البحث عن حلول ناجعة وبشكل سريع جدا، لأنه طال انتظار بالنسبة للمواطن، طال انتظاره لخدمة الكهرباء والاستقرار خدمة الكهرباء، وبالتالي بدعم مباشر من البرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن بقيادة سعادة المشرف العام على البرنامج سعادة السفير محمد بن سعيد آل الجابر وأيضا البنك الدولي، وبدعم كامل للأشقاء سنستطيع بإذن الله الوصول إلى حل كامل وشامل لقطاع الكهرباء في اليمن. شاركنا نحن في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والكهرباء والبنك المركزي اليمني، وهي أول أربع مؤسسات مستهدفة من مشاريع بناء القدرات، وهي ليست المرة التي نلتقي هنا تحت ظلال البرنامج، ولكن هذه هي إطار سلسلة من البرامج، لكن هذا هو اللقاء الأول بوجود كل المانحين المتداخلين في هذا القضية، وهي البناء المؤسسي وبناء القدرات والذي سيشمل هذه المؤسسات المستهدفة، والهدف منه طبعا بدون أدنى شك هو رفع كفاءة وفاعلية هذه المؤسسات وحكومتها بحيث تستطيع الأخذ بمهامها المناطة في عملية البناء والتعافي وإعادة الأعمار. جمع المانحين، فنحن نتوجه لهم حقيقة بالشكر والتقدير على تقديرهم لهذا المفهوم وهذه الحاجة الملحة لمؤسساتنا والتي عدنا بناءها بعد الحرب، والتي تحتاج المزيد من بناء القدرات وتعزيز قدرتها التمكينية والدعم الفني لها بحيث تستطيع مواكبة تطور الحاصل على الصعيد الدولي وأن تلبي احتياجاتها على الصعيد المحلي بحيث تستطيع أن تكون رافعة للبناء وعملية التنمية وإعادة الأعمار. وشكرا جزيلا، أنا أقول للبرنامج السعودي على استضافة أولا وللمانحين جميعا، وأنا أعتقد في هذه الورشة سنحدد تدخلات معينة وبرامج تدريبية معينة وفي قطاعات معينة، وأيضا سنحدد أدوار وننظم تنسيق العلاقة مع كل المتداخلين يعني في المجتمع الدولي بحيث يسهم كل واحد منهم في قطاع معين في بناء قدرات مؤسسة معينة أو في برامج معينة للقطاعات هلا، بحيث يحصل تنسيق وتوأمة وتفاهم وتناغم أيضا بين هذه الجهود. أقدمت ميليشيا الحوثية الإرهابية على حظر برامج التراسل الفوري عبر الإنترنت، وقال مستخدمون إن ميليشيا الحوثية حظرت برنامج التواصل الشهير زوم وبرامج أخرى مثل إيمو ودو وجوجل ميت، وتمارس ميليشيا الحوثية عبثا غير مسبوق بقطاع الاتصالات بشكل عام، كونه القطاع الذي ما زالت تتحكم به على كافة مناطق البلاد. وكانت مبادرة يمنية مستقلة كشفت مؤخرا معلومات ووثائق عن مدى التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن، حيث يتم تسخيره لصالح ميليشيا الانقلاب في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي. قالت مصادر محلية بأن مواطنا أربعينيا قتل في مديرية بني صرين بمحافظة عمران على يد نده الملتحق في صفوف ميليشيا الانقلاب. وأضافت المصادر بأن المواطن مفلح الوادع البالغ من العمر 47 عاما قتل على يد ولده فارس بعد خلاف نشب بينهما في منزلهم الكائن بقرية الحزير في عزلة وادعة بمديرية بني صريم، وذلك عقب عودة الأخير من جبهات القتال الحوثية. الجدير ذكره أن محافظة عمران تكاد تكون الأولى بين المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي الانقلابية. أقامت جامعة تعز ندوة فكرية حول النضال الوطني والدور الإعلامي لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ضمن جهود محاولة توثيق الدور الإعلامي خلال تلك الفترة وارتباطه بدور الإعلامي في الوقت الحاضر. جامعة تعز وبندوة فكرية عنوانها النضال الوطني والدور الإعلامي لثورتي سبتمبر وأكتوبر في كسر الحصار وتحقيق الانتصار. من خلال الندوة حاول المشاركين إيصال نضالات الإعلاميين الأوائل للإعلاميين الجدد، فرغم شحة الإمكانات والوسائل في ذلك الزمن، إلا أنهم عملوا على إيصال أهداف الثورة والثوار إلى الشعب والعالم، مما جعل اليمنيين يلتفون حول الثورة والانتصار لها. حاولنا أن نستلهم فيها تجربة الإعلام الوطني في دعم ثورة سبتمبر وأكتوبر، نستلهم تجربة الإعلاميين الأوائل من أجل استكمال مسيرتهم النضالية في إسقاط مشروع الكهنوت الإمامي البغيض واستعادة الجمهورية روح الجمهورية في أوساط اليمنيين. فاليوم علينا أن نستلهم التجارب
من أجدادنا، وبحيث يستلهم الإعلاميين اليوم التجارب من الإعلاميين الأوائل في كيفية تجاوز ولاءاتهم الضيقة والانتماء للمشروع الجمهوري الكبير وتوحيد الصف الوطني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها اليمن. بالنسبة للإعلام نتمنى أن يقوم بدوره الذي يجب أن يكون، وهو توعية المجتمع وأيضا توعية الأجيال بخطر الإمامة، وكذلك يعني دور 26 سبتمبر في فضح يعني في فضح حقبة الإجرام التي كانت تمارسها الإمامة بحق الشعب، وكذلك أدعو إلى يعني إلى إنتاج أو إنتاج مواد مرئية وعلى شكل مسلسلات وأفلام بحقبة الإمامة التي انتهكت يعني كرامة المواطنين ويعني وإظهارها للرأي العام وكذلك للأجيال القادمة حتى تقوم بدورها في بناء دولة مؤسسات. شملت الندوة ثلاثة محاور: الأول دور الإعلام الوطني في حصار السبعين وانتصار ثورة 26 سبتمبر، قدمها العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم محور تعز. الورقة الثانية دور الإعلام في دعم الجيش والأمن والمقاومة ودوره في تثقيف أجيال الثورة، قدمها الدكتور يحيى العتواني مستشار قائد شرطة تعز. الورقة الثالثة دور الإعلام الوطني في دعم ثورة أكتوبر، إذاعة تعز نموذجا، قدمها الدكتور منصور القدسي رئيس الدائرة الإعلامية بجامعة تعز. السلطة الرابعة التي تحرك الأمور وتغير مسار المعارك، فبها من يتحكم بالإعلام في هذه المرحلة يتحكم بالمعركة، وأنا أقول إعلامي تعز والقنوات التي تبث من تعز بمراسلين كان لهم الدور الكبير في استمرار هذه الثورة، والتوفيق لكم في الجميع في الإعلام. تظل الجامعة قائدة للمجتمع في محاربة التخلف والجهل ونشر المعرفة وإصلاح مسارات الثورات والانحياز للثورة والجمهورية ولحرية الشعوب والوقوف بقوة في وجه مسيرة العار، ولتعزيز دور الإعلام وتواصلا لمعركتهم ضد الكهنوت كرم أبرز إعلاميي تعز والوسائل الإعلامية وعلى رأسهم قناة سهيل الفضائية لدورها الوطني ولدفاعها المستميت عن الجمهورية في وجه الكهنوت. رحب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة شبوة اليوم الاثنين بفكرة الترتيب لانعقاد مؤتمر شبوة الشامل لمختلف المكونات السياسية في محافظة شبوة. جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات في فرع الإصلاح بمحافظة شبوة برئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل العميد صالح علي بلال، وعبر ممثلو الإصلاح عن ترحيبهم بفكرة عقد مؤتمر شبوة الشامل وأبدوا استعدادهم للتواصل المستمر والمشاركة الفاعلة والإيجابية جنبا إلى جنب مع كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في هذا الشأن. يأتي اللقاء في إطار لقاءات متعددة مع مختلف مكونات سياسية واجتماعية من أجل توحيد الرؤى حول مختلف القضايا التي سيتم مناقشتها خلال انعقاد مؤتمر شبوة الشامل القادم. ورحب رئيس اللجنة التحضيرية بممثلي الإصلاح بشبوة شاكرا لهم استجابتهم، واستعرض معهم أهم القضايا التي تهم المحافظة وأبناءها وسبل توحيد الجهود والرؤى حولها من أجل تنمية وتطوير المحافظة. أفرجت السلطات الإرتيرية عن 72 صيادا يمنيا بعد أشهر على احتجازهم من مياه البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة. وذكرت وكالة أنباء الصين أن السلطات الإرتيرية أفرجت عن 72 صيادا يمنيا بعد نحو 5 أشهر من احتجازهم ووصلوا إلى ميناء الحديدة، وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد أسبوع من إفراج السلطات الإرتيرية عن 20 صيادا يمنيا آخرين احتجزوا جميعا من قبل قوات البحرية الإرتيرية من المياه الإقليمية في البحر الأحمر. وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث احتجاز الصيادين اليمنيين من قبل القوات الإرتيرية التي تتهمهم بالدخول في مجال المياه الإقليمية الإرتيرية. نفذ العشرات من موظفي المؤسسة العامة للاتصالات في محافظة أبين
وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة العامة للاتصالات في مدينة زنجبار للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين وضعهم المعيشي. وطالب المحتجون وزير الاتصالات ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات في الجمهورية بضرورة إعطاء الموظفين في محافظة أبين حقوقهم المادية أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى. وقال المحتجون إن تدني المرتبات بالتزامن مع الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية زاد من معاناة الكثير منهم وأثر بشكل كبير على حياتهم المعيشية، خصوصا أن الكثيرين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم اليومية. ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور خالد الوصابي اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري مذكرة تفاهم بين الوزارتين. وتركز النقاش حول مجالات مذكرة التفاهم في برنامج وثيقة الخطة الاستراتيجية لقطاع الشباب، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية بالمغرب في مجال التأهيل الأكاديمي وحصة وزارة الشباب من التأهيل الخارجي أسوة ببقية الوزارات. كما تطرق النقاش إلى التنسيق المشترك بين الوزارتين لإقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في الجامعات والاستفادة من إشراك الشباب في التأهيل الفني والمهني والعلمي والدورات التخصصية. واتفق الجانبان على إحياء وتفعيل الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية والسئناف إقامة الدوري الجامعي لكرة القدم، كما اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات لقاء اليوم وعقد لقاءات دورية متكررة لمناقشة ما تم تنفيذه. أقيم بمديرية حصوين في محافظة المهرة فعالية اليوم الحقلي الخاصة بدعم المزارعين ضمن مشروع تحسين العيش، والذي استهدف 68 مزارعا بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة. يجسد هؤلاء نماذج من تراثهم الشعبي في هذه الفعالية التي أطلق عليها اليوم الحقلي ضمن مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين هنا بمديرية حصوين. الفعالية التي تنوعت فقراتها بين الأهازيج المهرية الخاصة بمراحل الزراعة والكلمات التوعوية حظيت بحضور رسمي وشعبي كبير لتشجيع العاملين بالحقول الزراعية على زيادة الإنتاج. المشروع هو منفذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، المانح الجمعية الكويتية للإغاثة. المشروع استهدف 68 مزارع في مديرية حصوين في مناطق مختلفة. المشروع قدم لهم شبكات ري بالتقطير بالإضافة إلى الأسمدة المتنوعة، 10 أصناف من الأسمدة قدمها، يعني إدخال تقنية الأسمدة إلى حصوين كان لأول مرة يتم إدخالها، برضو الشبكات بالتقطير لأول مرة يتم إدخالها في مديرية حصوين. فعلا كان المزارعين يعني بالنسبة عندهم تفائل بهذا المشروع. ما يقارب 70 مزارعا هم المستفيدون من هذا المشروع الممول من الجمعية الكويتية للإغاثة، والذي ساهم في رفع المستوى المعيشي للمزارعين بعد أن كانوا بحاجة ماسة لمثل هذا الدعم خلال الفترة الماضية. فعلا استفادوا كثير وباعوا، وكان يبيعوا بأسعار مناسبة، والآن جابوا الانتاج كان أحسن وذو جودة وبتاع بسعر زين وحصلوا اشتغلوا يعني تمام. الزراعة نحن نزرع علف بطين ومسيبلي، يعني زراعتنا العادية هذه، ونزرع بعض المواسم نزرع حبحب، نزرع شمام، نزرع بصل بعض الأوقات. خطوة طال انتظارها في هذه المديرية في الوقت الذي يأمل فيه المزارعون ببقية المديريات باستهدافهم بمثل هذه المشاريع المدرة للدخل في مختلف المحاصيل الزراعية. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. كرمت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالمركز الرئيس بسيئون اليوم 96 خريجا وخريجة من أقسام القرآن الكريم وعلومه والقراءات والمحاسبة برعاية جمعية الفرقان لخدمة القرآن بحضرموت. دفعة جديدة من طلاب جامعة القرآن والعلوم الإسلامية تزف نحو سوق العمل بعد مرحلة علمية أكاديمية نالوا فيها مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية في مجال القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والمحاسبة وإدارة الأعمال والشريعة والقانون.
صراحة نحن اليوم في يوم سعيد ويوم رائع جدا، شعور لا يوصف حقيقة. أيضا نشكر الذين بذلوا وسعوا من أجل إنجاح هذه الحفل، فنقول جزاهم الله خيرا. تتميز جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمعايير متميزة للاعتماد الأكاديمي، فهي تسعى دوما من خلال مخرجاتها إلى الاهتمام بأهمية التأهيل العلمي والقدرة على المنافسة بين الجامعات، وذلك من خلال المناهج العلمية الرصينة التي تواكب التطورات العلمية في الوقت الحاضر. طبعا هؤلاء هم من طلاب جامعة القرآن الكريم من مختلف مديريات وادي حضرموت وأيضا مختلف المحافظات اليمنية، من قسم المحاسبة وأيضا قسم القراءات وقسم القرآن وعلومه. يأتي هذا الحفل تتويجا للجهود التي بذلها هؤلاء الطلاب في خلال الأربع سنوات الماضية. 96 طالبا وطالبة من خريجي جامعة القرآن أنهوا مرحلة البكالوريوس بعد معاناة مع الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث واجه هؤلاء الطلاب صعوبات مختلفة في مشوارهم العلمي كارتفاع في أسعار المشتقات النفطية وزيادة أسعار المواد القرطاسية وطباعة المناهج العلمية. أنا طبعا أم لثلاثة أبناء، وجدت صعوبة كبيرة، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والعزيمة والإصرار وبوقوف زوجي الحبيب إلى جانبي يدا بيد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فجامعة القرآن حرصت على أن تستوعب أكبر قدر من الطلاب، وذلك من خلال فتح كليات بمختلف التخصصات العلمية التي تتماشى مع رغبات الطلاب، إضافة إلى فتح الدراسات العليا والبحث العلمي والتي تهتم بتدريس المناهج العلمية الوسطية. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون. افتتحت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية مشروع مدرسة للتعليم الأساسي في منطقة بئر ناصر بمحافظة لحج بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة. يتكون المشروع من بناء 8 فصول دراسية وغرفة للإدارة، إضافة إلى مكتبة ومرافق خاصة بالطلاب. كما زودت المدرسة بألواح الطاقة الشمسية للمساهمة في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ويستفيد من المشروع 320 طالبا وطالبة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي الرئيسين العراقي والفلسطيني على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية. منظمات المجتمع المدني في تعز تدين جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وتستنكر الصمت الدولي. الرياض تحتضن ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية باستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.